شكرا لموقع 360 على الاستضافه. ففعلا بعد تاجيل ديال المقابله ديال الفريق الاسماعيلي اللي كانت بنصف النهايه ديال كاس العرب، استدعى السي جواد زياد رئيس الفريق جميع اعضاء المكتب المديري لاجتماع طارئ. هذا الاجتماع كان مخصص للنقط ديال الحجر الصحي ديال اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي. والقرارات اللي اتخذت في هذاك الاجتماع اي يوم 14 مارس الان اكثر من شهر، كانت اولا اغلاق مدرسه الفريق للناشئين، اغلاق مركز التكوين، احاله اللاعبين على راحه. هذه القرارات كان الغايه منهم وهي الحفظ على السلامه ديال اللاعبين ومستخدمي كومبلكس اوازيس. من بعد القرار الشجاع واللي جا في الوقت ديالو والجريء ديال الحكومه المغربيه لفرض حجر صحي، ولا الشغل الشاغل ديال المكتب المديري وهي كيفاش اللعابه يمكن لهم يكملوا التمارين ديالهم في الظروف الصعبه اللي كاينه باش يحافظوا على نوعا ما اللياقه البدنيه ديالهم. وهذا الشيء تمكنا منه باش نعطينا اللاعبيه معدات رياضيه. الجميع شاهد على الموقع ديال الانستغرام ديال اللاعبين تمارين في المنازل ديالهم والتمارين الخصوصيه، ولكن اكثر من ذلك فالمكتب المديري اعطى السي جمال السلامي واحد تطبيق ابليكاسيون اباز ديال ويبكس اللي يمكن للسلامي يمكن له يتحاور ويدير دي فيزيو كونفيرونس مع الطاقم التقني ديالو، اي مع يوسف هشام السي احمد العينين والدكتور الفريق والمعيد البدني وكذلك مع اللاعبين. اذا بهذا التطبيق اللاعبين تيتمرنوا في الديور ديالهم ولكن بصفه جماعيه تحت الاشراف ديال المعيد البدني. اذا فريق الرجاء الرياضي افيك لي مويان دو بور تيحاول ما امكن باش اللعابه يبقاو يحافظوا نوعا ما على اللياقه البدنيه ديالهم. هذا التطبيق اللي داروا المكتب المديري ديال ويبكس درنا به واحد الاجتماع يوم الجمعه الماضي، اجتماع ديال المكتب المديري برئاسه السي جواد زياد، واللي داولنا فيه عده نقاط من اهمها المساهمة ديال فريق الرجاء الرياضي في الصندوق اللي نشأو صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي هذا الصدد فريق الرجاء الرياضي غادي يساهم بجميع مكونات الفريق بما فيهم الجمعية الرياضية أي الرجاء الرياضي، جميع أعضاء المكتب المديري، الإخوان المنخرطون، اللاعبون، الأطقم التقنية والطبية، وكذلك الجمهور. الجمهور الخاصية ديال هاد لا بارتيسيباسيون ديالو غتكون في واحد اشتراء ديال بطائق ديال واحد المقابلة افتراضية ضد كوفيد 19 اللي نتمنى ان شاء الله الجمهور ديال فريق رجاء رياضي باش يحطم رقم قياسي اخر في شراء بطاقات لمقابلة افتراضية. لحد الساعة الإقبال جد مقبول ومشجع جدا. وفي هذاك الاجتماع ديال يوم الجمعة قرر المكتب المديري برئاسة السي جواد لتمديد الفترة إلى 20 أبريل كي كوانسيد افيك إن شاء الله لما لا نهاية الحجر الصحي، أو شوف السلطات اش غدير واش غتمدو ولا لا. إذا الناس يمكن لهم مازال يقتنيوا هاد التذاكر حتى اليوم 20 أبريل. فهاد الاجتماع كذلك داولنا جوج نقاط مهمين الا وهي تخصيص الاهميه لجميع المستخدمين الفريق. والسي جواد بمعيه الاخوان اللي مكلفين بالمسائل الماديه مشكورين السي عماد حضور والسي احمد مشكور بيان سور والسي جواد زياد، فجميع المستخدمين الفريق خداو الراتب ديال شهر مارس. فالجميع تعرف الظروف الصعبه من الناحيه الماليه، ولكن تمكننا بالحمد لله باش يمكن جميع مستخدمي الفريق ياخذوا الصالير ديال مواد مارس. كذلك داولنا القضيه ديال اللاعب الرجاء السابق المونتاري اللي جرى واحد العمليه جراحيه اللي صرف عليها ومشكور، وهذا ما غريبش على البروفيسور العرسي اللي خدا على عاتقه العملية الجراحية، وكلف السي جواد زياد الإخوان ديال المكتب بعد إخوان ديال المكتب
باش يتفاوضوا ويمشيوا عند السيمونتاري باش نلقاو مع واحد الحل ان شاء الله. اعانه اللي تكون اعانه دائمه، ما تكونش اعانه يوميه او كونجونكتورال، اعانه دائمه، وان شاء الله ربي غادي يوفقنا باش هاد السيد هذا يكون شي حاجه يديرها باش يرجع عليها. ودونك فريق الرجاء الرياضي خدام في هاد الحجر الصحي، خدام سواء من الناحيه الرياضيه اللي مقابلين اللاعبيه باش ان شاء الله يرجعوا للتمارين الجماعيه من بعد الحجر الصحي في ظروف جيده، مجتمعين تنجتمعوا شاك سومين كل اسبوع اترافير هاد التطبيق باش يمكننا نداولوا ونقال فريق الرجاء الرياضي في لا كونتينيتي ديالو. بهذه المناسبه الجميع شهد على المجهودات اللي دارتهم الدوله ديالنا تحت القياده ديال جلاله الملك فيما يخص الحجر الصحي، ولي جميع الصحف العالميه الى كونسيديري لابروش ماروكان كوم ايتون ان ابروش ايريبروشابل. فتنتمنى ان الشعب المغربي يكون ايريبروشابل، الشعب المغربي يبقى في الدار ديالو، لان هذه الوسيله الوحيده اللي كاين الان فاش يمكننا نحدوا من انتشار ديال هذا الوباء الخطير. ففريق الرجاء الرياضي اترافير الصفحات ديالو فيسبوك او تويتر او انستغرام دار حمله تحسيسيه باش الجمهور المغربي بصفه عامه والجمهور الرجاوي بصفه خاصه يبقى في الدار ديالو باش يحمي الغير، يحمي راسو بطبيعه الحال ويحمي الغير. وهذا الشيء ماشي غريب على الجمهور الرجاوي، ماشي غريب على الشعب المغربي اللي خصو حتى هو يكون ايريبروشابل باش ان شاء الله المغرب ينتصر على كوفيد 19، ونتمنى كذلك ان الانسانيه كذلك تنتصر على هذا الوباء الخبيث كورونا فيروس. والسلام عليكم.